يعطيك العافية. هلا الجزء الثاني من المحاضرة، سوري أنا مضطرة أقسم هاي السيستم لأكثر من جزء، لأنه فيه صور كتير وبكون فيه حكي كتير، فالسيستم ما رح يحمل كل المحاضرة مرة واحدة، فمضطرة إني أجزها لأكثر من جزء. هلا هون في هذا الجزء رح نحكي عن الديسوردرز اللي بتكون في المارجنال ديسوردرز. بالنسبة للسمك، أول شيء disorders اللي هي الجاستراتيس، اللي هو من اسمه inflammation، اللي يكون في عنا البيوكس ممبرين of the stomach، وممكن يكون acute وممكن يكون chronic. هلأ أسبابه ممكن يكون الجاستراتيس أهم سبب له، أكثر إشي خاصة في حالات الأكيوت اللي هو الفود بويزنينج، يعني إنك تاكل أكل ملوث ما يكون نظيف. الأسباب الثانية إنه الناس اللي بياخذوا على أسبرين وإبيبروفين أو فولترين، وخاصة إذا على معدة فاضية ممكن يعملهم جاستراتيس. الناس الألكوهوليك برضو بصير عندهم جاستراتيس. الناس اللي بياخذوا كيموثيرابي او راديوثيرابي برضه بصير عندهم جاسترايتس. من الاسباب اللي بتعمل كرونيك جاسترايتس، يعني بصير عندنا بروبلم انفلاميشن في الميوكوس ممبرين، بيكون اكثر شيء سببها اما السر في الاستومك، يعني ترافقت مع جاسترايتس، وممكن يكون كمان عندهم جرثومه الحلزونيه اللي هي الهيليوباكتر بايلوري. في عنا كمان الجاسترايتس بترافق مع مرضى الاوتو اميون ديزيز، يعني مثلا زي مرضى الارثرايتس، لانهم بيكونوا بياخذوا انالجيسك كثير، فمعظم الانالجيسك اللي بياخذوها زي الفولترين او الايبوبروفين هي اللي بتحرق لهم الميوكوس ممبرين وبتعمل لهم جاسترايتس وبتعمل لهم انيميا. الناس اللي بياخذوا كافيين كميات كبيره برضه ممكن تعملهم يصير عندهم جاسترايتس. هلا كباثوفسيولوجي بديش ادخل بتفاصيل كثير فيها لان بتاخذوها ماده الباثوفسيولوجي، بس باختصار مفيد للميوكوس ممبرين اللي بيكون داخل الاستومك بصير ايديميتاس، بصير فيه سويلينج، بصير فيه ايروجن زي قشطات زي احمرار. طبعا هذا بيكون واضح كثير اذا شفتوا اندوسكوبي او تطلعوا على اليوتيوب اكتبوا جاسترايتس اندوسكوبي، بيكون شكل المعده من جوا جدار المعده احمر كثير، احمر قاني، وفي زي ايديما او في سويلينج في ممبرين زي الصوره هاي اللي انتم شايفينها قدامكم هلا. كيف نعمل دايجنوسيس لهدول المرضى انه عندهم جاسترايتس ولا لا؟ طبعا اهم شيء اول شيء هو الاندوسكوبي. طبعا اذا المريض عمل اندوسكوبي، طبعا ابر اندوسكوبي، ناخذ بايوبسي حتى نشوف اذا في عنده هليكوباكتر بايلوري ولا لا. اذا ما تقرر له اندوسكوبي اضعف الايمان لازم نعمل له بريك تيست حتى نشوف الهليكوباكتر اذا موجوده ولا لا. كمانجمنت طبعا اول شيء بدنا نشوف شو السبب ونوقفه، يعني مثلا اذا كان الكوهوليك او هيفي سموكر بنقول له وقف، اذا كان بياخذ ميديكيشن زي الاسبرين او الايبوبروفين او الفولترين بنقول له وقفه. بعدين بنقول لهم يفضل يقعدوا فتره هذول المرضى ام بي او، حتى لما يرجعوا ياكلوا بياكلوا كلير فلويد، يعني الاكل بسيط، وبعدوا فتره على بارنترال فلويد. بنعمل بنعطيهم ديليوشنال ايجنتس، يعني بنعطيهم شيء يقلل من الحامضيه في المعده، يعني بنعطيهم شيء قاعدي حتى يخفف من الحموضه. بنقول لهم يتجنبوا اي شيء ممكن يعمل بيرفوريشن في المعده. ممكن نركب لهم ان جي تيوب في بعض الحالات. ممكن نعطيهم انالجيسك لانه بتكون هذه على فكره مؤلمه جدا. ممكن نضطر لسيرجري ولو انه مش كثير، يعني بالعاده بستجيبوا هم للميديكيشن. هلا كميديكيشن انت بنعطيهم انتي بايوتيك والبي بي اي. البي بي اي اللي هم البروتون بامب انهبيتر زي اوموبرازول، لانزوبرازول، نيكسيوم. هذه الميديكيشن بالعاده مع الانتي بايوتيك. طبعا الانتي بايوتيك ليش؟ مش بس عشان الجاسترايتس، عشان الهيليكوباكتر. عاده الهيليكوباكتر لازم المريض ياخذ 3 انتي بايوتيك حتى يقدر يقضي على هاي الجرثومه، والمشكله ممكن يقضي عليها بفتره بهذيك الفتره، لكن مشكلتها ريكرنت، يعني ممكن ترجع له مره ثانيه وتعمل له اعراض. كنيرسينج بروسيس اهم الدايجنوسيس ممكن نحط لهم اياها انه يكون عندنا امبالانس نيوتريشن ليس ذان بودي ريكويرمنت، ممكن يصير عندهم فلويد ديفيسيت، نولج ديفيسيت، اكيوت بين الى اخره. كنيرسينج انترفيشن طبعا حسب الدايجنوسيس، مين اللي بدنا نشتغل على النيوتريشن، على التغذيه، على الهيلث اديوكيشن، ونعطيه فلويد، يعني نحسن من الفلويدز الموجوده عنده ونشجعها، اذا ما بيقدر ياخذ اورالي بنحط له اياها بارنترال. وطبعا بالنسبه للبيبتيك، بس طبعا انالجيسك ما تاثر على الميوكوس ممبرين تبعت السمك. ديس اوردر ثاني ممكن يصير عندنا في السمك وبي اللي دي دونام اللي هي البيبتيك السر. لما تسمع مصطلح بيبتيك السر يعني في عندنا قرحه في اما المعده
او الاثني عشر، وليس المعدة لحالها. فالبيبتيك معناها في التنين، ممكن في هذا ممكن في هذا ممكن في التنين فيها. هلا مكان الالسر او هذا الثقب زي ما انتم شايفين في الصوره، ببلش هو اولها على احمرار، بعدين بصير عندنا زي البياض زي ما انتم شايفين في الصوره، بعدين بصير في عندنا ثقب، يعني بمعنى اخر الميكوس ممبرين هذا يخترق للجهه الثانيه. اكثر الاماكن اللي ممكن يتواجد فيها الالسر اما في البايلوريس اللي هو في الجزء الاخير من المعده، او في الجزء الاول من الديودينم، وممكن احيانا كباثوفسيولوجي ما كثير بنركز عليه، بهمني الاسباب اكثر منها كباثوفسيولوجي، لانه بهمني اهم شيء تركزوا انه النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج زي الايبوبروفين او الفولترين والسيليبريكس اذا سمعتوا فيه في الكوكسيا، هاي الادويه خاصه المرضى اللي بيكون عندهم كرونيك بين بياخذوها بكميات كبيره ممكن تعمل هي البيبتيك السر. هلا من الفايندينجز اللي ممكن نلاقيها بالبيبتيك السر كمان، اكيد اول شيء رح نلاقي هايبر سكريشن اوف جاستريك جوس، يعني بتكون الحموضه عندهم عاليه جدا، عشان هيك بنعطيهم الانتي اسيد والبي بي اي. اثنين، في نوع ثاني من او في عندنا نوعين من الالسر ممكن تسمعوهم، وخصوصا لما تروحوا على ماده الادفانس. في عندنا شيء اسمه الستريس السر، وفي عندنا نوع سندروم او السر اسمها زولينجر اليسون سندروم، اللي هو نسبه للعالمين اللي اكتشفوها. هلا اول شيء بالنسبه للستريس السر، اللي هي الشخص لما يتعرض لستريسرز كثيره، مجرد مرات دخوله للاي سي وخوفه من الاي سي انه للمستشفيات بيعمل له السر. طبعا ما بتيجي هي مره واحده، يعني هو بيكون من الاساس عنده جاسترايتس مع الستريس اللي بتتطور هاي الجاسترايتس لالسر، فبسموها ستريس السر. الزولينجر اليسون سيندروم بيكون في عنده اكثر من شغله، يعني بيكون عنده سيفير بيبتيك السر، وبيكون عنده هايبر اسيديتي، وبيكون عندهم تيومر، وهي التيومرز في الاستومك او ديدا ممكن تكون بناء ممكن تكون هو حظ. هلا كيف بدي اميز البيبتيك السر اذا كانت جاستريك ولا ديدنا؟ نقدر نميزها بعدة تقسيمات، من البين، من وجود الفوميتنج أو عدمها، من احتمالية الكانسر، ومن ناحية المضاعفات، والمكان الألم والأعمار. بالنسبة للبين، بالنسبة للديودينال ألسر، عادة الألم بيكون أكثر في الليل، بعكس الجاستريك. الجاستريك ألسر نادر ما بيجيهم الوجع بالليل، عادة بيكون بالنهار. شغلة تانية بالنسبة للألم في الديودينام، بريليفد باي فود، يعني اذا كان عنده الم اذا اكل بخف الوجع، بعكس الجاستريك بالعكس طول، يعني الالم بيزيد، يعني ما بيروح مع الاكل بضل موجود عنده، وبالعكس كل ما كانت معدته فاضي كل ما كان وجعه اكثر. بالفوميتنج مبينه اصلا، الفوميتنج بيكون وين اكثر؟ بده يكون بالجاستريك، لانه الفوميتنج بدها تيجي من محتويات المعده، فاذا كانت جاستريك السر بصير فوميتنج، الديدنم بصير بعيد شوي فما بصير عندهم فوميتنج. الاسباب طبعا سنتين هيليكوباكتر، التيومر اكثر في الجاستريك، والجاستريك كانسر يا جماعه بتخوفنا كثير، لان معظمهم مالجنانت، ومعظمهم ما بنكتشفها الا في مراحل متاخره للاسف. في حين الديدنم السر لا، نادر ما يتحول الالسر عندهم لا مالجنانسي. ككومبليكيشن ديودنا الاخف، يعني بكثيرها ممكن يصير عندنا ستينوسيس في البايلوريك سفنكتر، لكن في الجاستريك لا، الكومبليكيشن تبعتها كثير اصعب، واهمها بليدنج، يعني محل الالسر يصير بيرفوريشن واكتف بليدنج، وعاده هذول اول ما يوصل على الطوارئ يا بنلحقهم ونوديهم على العمليات يا اما ممكن يموتوا على الطريق. بالنسبه للوكيشن الديودنم طبعا increased gastric emptying، بينما في الجاستريك ألسر بيكون normal gastric emptying. الايج دائما الديودنام بيكون بالاعمار الصغيره اليانج من 30 ل 55، والجاستريك بتكون بالالدرلي بالكبار بالعمر اللي هم من 5 سنه. كيف بدنا نشخصهم؟ عن طريق الدوسكوبي طبعا للتنتين، ناخذ الاتش بي طبعا للتنتين لانه حكينا احتماليه البليدنج وارده، فخاصه الجاستريك، وقلنا ممكن تعمل بيرفوريشن وممكن تتحول لكانسر، فعشان هيك مهم ان نشيك على الهيموجلوبين عندهم، ممكن يكون عندهم بليدنج هو نفسه مش حاسس، نعمل لهم ستول اناليسيس. طبعا ليش ستول اناليسيس؟ لانه كيف بدك تعرف انه في بليدنج ولا لا؟ من الستول، ببين في الستول انه في بلاد، ببين انه في ميلينا، انه في عندنا دايجستيف بلاد موجود فيها، فبنعرف انه في معناته انه مش بس عامل بليدنج.
كتريتمنت عادة بنعطيهم اللي هي تريتمنت تبعت الهيليكوباكتر بايلوري اللي زي ما قلت لكم البي بي اي مع 3 انتي بايتيك. ممكن نعطي انتي اسيد اتش تو بلاكر بس نادر صار استخدامنا لهم. شغله ثانيه او مهمه اكثر من الادويه اللي هو الدايت، الاكل لازم ياكله. بالعاده بنعطيهم اكل بنسميه بلان اللي هو شبيه بالسوفت، بمعنى سمول فريكوينت ميلز، يعني بنقول له كل وجبات كثيره ولكن بكميات قليله، يعني ممكن يوصل 6 أو 7 أو 8 وجبات حتى في اليوم لكن كميات قليله في كل مره، ياكل شوي شوي، يتجنب الاكل السبايسي والاكل اللي فيه يعني زي بيعمل اريتيشن للميوكوس ممبرين تبع الاستومك، يبتعد عن شرب الكحول، يبتعد عن شرب القهوه كثير، الكريمه او المنتجات الحليب برضه يبعد عنها لانها بتعمل اريتيشن اكثر للميوكوس، يتجنب الستريس ولو انها هي مستحيله، دائما يرتاح بعد تناول الوجبه الخفيفه اللي اكلها، بس مش معنى يرتاح انه يقوع وينام ويتسطح، لا، يرتاح انه يضل قاعد في سيمي سيتنج بوزيشن وما ياكل اشي بعديها، يريح معدته، يعني ما يضل باستمرار اكل ورا بعضه. يتجنب الاكل او السناكس اللي قبل بوقت من النوم، لانه قلنا اصلا ممنوع ياكل وينام، طبعا هو اي انسان يا جماعه، سواء عنده السر ولا ما عنده، غلط ناكل ونام. كنيرسينج انترفينشن طبعا عدا عن الميديكيشن وضروري نحذرهم من السايد افكت تبعت الميديكيشن، لانه مشكلتنا مع الميديكيشن هي السايد افكت اللي لها، ممكن تعمل دياريا، ممكن تعمل ديزنس راشز، وممكن تعمل عند الميل شيء بنسميه جاينوكو ماستيا اللي هي حكيت لكم اياها قبل هيك في محاضرات سابقه، قلت لكم الاتش تو بلاكرز خاصه مش منيحه للرجال لانها بتعطي يعني مظاهر انثويه عندهم. Providing nursing care with ulcer surgery إذا عمل surgery، نحضره للديagnostic test، نعملهم health education لازم ياكلوه إلى آخر. هلأ نيجي لأنواع السيرجري ممكن نعملها في حالات الألسر، طبعا حسب حجم الألسر ومكانه بحدد لنا شو أي نوع من هذول السيرجري اللي أنتم شايفينهم قدامكم، وهذول حطوا عندهم مهم لأنه إلا ما يجيكوا سؤال، بس عادة بيجي سؤال multiple choice عليها. مثلا الفاكوتون اكيد سمعتوا بنيرف اسمه الفيجاس نيرف اللي هو العصب التائه او الحائر، في برانش من هذا النيرف بيكون هو اللي بيغذي منطقه الاستومك. هلا كل ما عمل نيرفيشن للاستومك اكثر كل ما عملنا السر اكثر، فهو شو التريتمنت نعملهم اياه احيانا فاكوتومي، يعني البرانش اللي هو الفرع اللي جاي من الفيجاس نيرف رايح على الاستومك بنشيله نقطع، يعني نعمل له كات او كوتري، فبتخف الاريتيشن او الاستيميليشن على المعده، فبالتالي بخف الالسر عندهم. سيرجري ثاني اسمها انتركتومي، انتركتومي من الانترم، الانترم اللي هو الجزء الاول من المعده، اللي هو بيحتوي على ماده او سكريشن للجاسترين اللي هو مهم لعمليه الدايجستشن للفود، فاحيانا بنضطر ان نشيل هذا الجزء اذا لقينا فيه سيفير جاسترايتس او اذا في عنده السر او اذا في كانسر في هذا الجزء ممكن نشيلهم. على فكره في ناس كثير بجوز بتسمعوا بقص المعده، هاي هي عمليات، هلا رح نبلش في عمليات قص المعده، واحده منهم نشيل الجزء الامامي، اذا شلنا الجزء الامامي من المعده وقصناه بنسميها انتركتومي. بايلوروبلاستي من اللي هي في منطقه البايلورز اللي هو الجزء الاخير من المعده، عاده هذول اللي بيكونوا بيشكوا من تضيق في البايلوريك سفنكتر اللي هو السفنكتر الموجود في اخرها، فبلاستي مع عمليه تجميليه بمعنى بنعمل دايليشن لهذا السفنكتر حتى يسمح في الامتينج للجاستريك جوس بسهوله. هلا في عنا عمليتين كبار ومعروفات يعني في الجراحه عنا اسمهم بايلوريث 1 وبايلوريث 2. بايلوريث 1 او الاسم الثاني لها جاستروديونستومي، طبعا من اسمها جاستروديونستومي اللي هي معناته بنشيل بنعمل ريموفال لجزء من السمك وبعدين بنرجع بنوصلها في الديدونم، فبتلاحظوا هون بايلوريث 1 بنكون عمليه القص لجزء بسيط من المعده اللي هو الجزء الاخير منها. هلا جاستروجوجونوستومي، لاحظوا هون عمليه التوصيل من الجاستريك للجوجونوم، معناته شو اللي صار؟ بيكون شلنا جزء كبير من المعده منطقه الانترم وشلنا الديودينم وشلنا جزء كمان من الجوجونوم ورجع عملنا توصيل من الجزء الصغير اللي بضل بالاستومك للجوجونوم، عشان هيك سموها جاستروجوجونوستومي، يعني جزء من المعده اللي بالنص اللي هو الديودينم كمان راح لجزء من الجوجونوم، بعدين بنعمل عمليه توصيل.
فهون بكون شلنا جزء كبير من المعدة، فهدول المرضى عادة بتغلبوا بيدخلوا بكومبليكيشنز كثيرة، فضروري عادة كانوا يضلوا عندنا بالاي سي يو مش اقل من اسبوع، ومعظم هاي العمليات خطرة، يعني ممكن يصير في عندنا بيرفوريشن محل العملية، ممكن يصير عندنا اوزي محل السيوتشر في هاي العملية، ممكن بعد فترة ترجع المعدة تنفخ من جديد وتعمل له مشاكل ثانية. يعني هاي هي الصور التوضيحية لأنواع السيرجري اللي أنا حكيت لكم عنها، ضروري تطلعوا لها وتنتبهوا لها لأنها بتوضح اللي حكيته. بوست سيرجري كير، إذا عمل هذا زي ما قلت لكم هاي العمليات مش سهلة، وعادة أولها بتدخل المريض على الآي سي يو وبعدين بتحول على فلور، شو بدنا نعمل له بعد العملية؟ أول شيء طبعا أكيد المريض رح يضل إن بي أو، مش بس لحد ما ترجع البريستالسز، لحد ما نتأكد إنه فول ريكفري وما في أي كومبليكيشنز بعد العملية. المريض طبعا من قبل العمليه بنركب له ان جي تيوب، وبعد العمليه بنراقب الان جي تيوب هذا شو الاوتبوت تبعه، بمعنى عاده هذا الان جي تيوب اما بيشبكوه مع السكشن او بيشبكوه مع يورين باك حتى يعملوا دريننج، يعني يطلعوا كل الكونت هذا موجوده في المعده ويريحوها. اولها بتكون الدريننج يعني اليورين باك بتكون تطلع ماده بتكون لونها على حمار على اساس انه في بيكون شويه بليدنج اولها، هذا طبيعي، لكن بعد هيك المفروض انه لا يصير على الجرين، يعني اللي هي بتكون الباي سكريشن. مهم جدا نراقب اذا زي ما قلت لكم انه صار في عندنا ليك محل الانستوموسز اللي عملناه ولا لا. طبعا شو الاعراض اللي بدي اعرف تعرفني انه صار في ليك محل الانستوموسز اللي هي التوصيل اللي انا عملته ولا لا؟ اذا المريض شكى فجاه من سيفير ابدومينال بين وفيفر وديسنيا، هاي معناته على طول نطلب له الترا ساوند ونشوف اذا في مشكله عند الانستوموسز ولا لا. هلا لما يبلش يصحصح بنبلش معاهم باورال فلويد، بتكون سمول اماونت وكلير فلويدز، كميات بسيطه، بعدين بتصير نزيدها جراجولي. مهم جدا طبعا مونيتورنج للويت، لان زي ما قلت لكم اصلا هاي العمليات بيعملوها الناس اللي بيكونوا سمينين كثير حتى يقللوا من وزنهم، فمهم جدا نقول لهم ما يرجعوا ياكلوا بنفس الكميات اللي كانوا ياكلوا فيها قبل العمليه، مهم جدا ياكلوا بانتظام سمول فريكوينت ميلز، كميات قليله على فترات متباعده. ليش؟ لانه ممكن المعده شو مشكلتنا فيها فليكسبل مرنه، يعني اذا رجع ياكل من جديد بترجع تاخذ نفس الشكل اللي كانت فيه من قبل وترجع تتوسع وبرجع بصير ياكل كميات اكبر فبرجع وزنه بيزيد. فعشان هيك بنقول له راقب وزنك، اذا شفت وزنك رجع عم بيزيد معناته انت ما عم تتقيد بالاكل، معناته لا فينا ولا في العمليه اللي عملناها. نفس الحكي كمان الاوبزيت، يعني اذا شاف انه وزنه عم بينزل ووضعه كل ماله عم بيسوء بكون صار عنده سوء تغذيه، فمنهم في ناس منهم بيروحوا على الاكستريم الثاني، بطل ياكل بطل يعمل ياخذ اكل صحي منيح، فبضعفوا كتير وبصيروا يدخلوا